يلا اسحب واحدة. بيا من أكبر الأصغر. تفضل. لا 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 لا. شكله شيء صعب. بغزل بشريك حياتك باللغة الألمانية. يلا. نو. طلع مهاراتك باللغة الألمانية. شو حافظ جمل لنا يلا. ماينه ليبة. إيش ليبة ديش. دو زيز زي شون أوس. يعني الترجمة. حبيبتي أنا بحبك. أنت كتير حلوة. هلا المتابعين جزيلكم أسئلة. خلينا نروح لفقرة أسئلة المتابعين. يلا. نزلنا بوكس على السوشيال ميديا وطلبنا من المتابعين يكتبوا لكم شو حابين نسألوكم. وصلتنا الأسئلة تبعيتهم. أول سؤال عن نيام المنيرة بتقول: مين أكثر حدا دعم بشرة بارتداء الحجاب، وهل كانت خطوة ارتداء الحجاب متأخرة لبشرة؟ أول شيء بدي أتشكرك كثير منيرة على هالسؤال الحلو. ثاني شيء فكرة ارتداء الحجاب أنا هي الفكرة من زمان ببالي، يعني مو إنه فكرة جديدة، بس أنا كنت بصراحة موقفة شوي لأنه وجودي هون بألمانيا بتحسوا إنه اللي عايش بأوروبا بيكون إنه الوضع صعب عليه شوي، باعتبار إنه في شوية عنصرية، يعني مو إنه كل العالم هيك، لا، بس في كم حدا عنصري. بس أنا يعني حسيت إنه هذا الوقت المناسب، وكمان يعني حسيت إنه كل ما كبرت البنت أكثر كل ما بتلاقي هاي الخطوة صارت أصعب، فحسيت إنه خلص يعني هذا هو الوقت المناسب. صح، بس لا تنكري إنه أنا كمان دعمتك. صح. ما قالت هاي الشغلة. لا ما نسيت أقولها. والله أمجد دائما بيشجعني، بس بحياته ما غصبني على شيء، يعني بحياته ما قال لي إنه لا لازم تحطي لازم كذا، لا دائما بيقول لي حلو بيلبق لك حطي، بس ولا مرة إنه حسسني إنه لازم. يعني ميرا بتقلكن سر ما بدكن حدا يعرفه وهلأ حابين تخبروه للمتابعين. أي إنه كنا رح نترك. أيوة تمام، كنت رح أتركها لبشرى، كنت رح نفصل عنه. لسبب الأسباب. لا أحكي يعني لأنه هو أول شيء. لا بلا في داعي. أول شيء كان ما في شيء بيني وبينه، الأمور كلها رواء، وهذا الشيء صار أول ما يعني بالفترة الأولى من علاقتنا، فكان ما في شيء وكله تمام. وهيك فجأة بدي له لأمجد يعني ما عم يرد علي، هيك فجأة قطع يعني. فأنا وقتها كتير هيك استغربت إنه شو عم يصير يعني. تمام. فشو طلع السبب؟ هلا لما تعرفت على بشرة كنت صغير أنا. إجا شخص لعندي ولعب بعقلاتي تمام؟ إنه شو بدك بهالبنت وتركها وشو بدك فيها؟ ما بعرف كيف لعب لي بعقلاتي وما بعرف يعني هيك صار. هو صار يحكي له شيء مو مزبوط عني، يلف له قصص وشغلات وهيك، وأمجد مثل ما قلكم إنه كان هو صغير فصدق هذا الشيء. وبعدين تبين له انه يعني انه هو عمل هذا الشيء بس مشان انه يفرقنا عن بعض، وانه هو يعني يحكي معي بهي الفتره. صار هو يتواصل معي ويقول لي انه بدي التقى فيكي، وانه في شيء بدي احكي لك اياه عن امجد وهيك. ف يعني وقع بين الطرفين. أيوة يعني نظامي صارت مشكله يعني. بس الحدا يعني اللي هو لازم يكون الشكر الكبير له اللي رجعنا لبعض مين هو؟ هو امي. والله يعني ما بنسى فضله علي انه رجعتني لبشرى. مشكلتي أنا إنه كانت نيتي كتير سليمة بالعالم، بشوف كل العالم إنه طيبين، بس الحياة بتعلم يعني.